السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من ISIS A بالعربي، معاكم احمد مجاهد ISIS A ترينر. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا احمد مجاهد ISIS A ترينر، ودي قناتي كمال اجسام بدون منشطات. بنقدم شرح لمناهج الانترناشونال سواء كان ISIS A او نسم، بلس بعض الفيديوهات التوضيحيه للبيجنرز اللي عايزين يبتدوا الجيم. لو عجبكم موضوع القناه تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبدا الحلقه. النهارده هنتكلم على اكتر الاخطاء اللي بيقع فيها خريجي او مدربي الايسيس اي او الايس او النسم او ايا كان الشهادات اللي انتوا واخدينها، عشان نقدر نتجنبها ونكون مدربين متميزين. من اكتر الاخطاء والخطا اللي هو المشهور دايما في وسط دارسي الشهادات الدوليه، الا وهو الاهتمام بتفاصيل الاناتومي البحته بغض النظر عن العناصر الاخرى لعمليه التدريب. بمعنى ايه؟ ان هو يبتدي يفرح كويس جدا، ايه ده، والله الله، ده الاناتومي وده المفصل بيعمل كده، ويبتدي يتعمق حتى يوصل لدرجات احنا كمدربين مش محتاجينها قوي في علم التدريب، ويتجاهل تماما موضوع البروجرام ديزاين وازاي بيتعب. وده سمح كتير قوي المجموعه من المنشورات او الحاجات اللي بتلاقيها على الويب سايت، مجموعه كتب اناتومي، يلا هتبقى مدرب نفسك، ويلا اصل علم التدريب يا جماعه مش عبارة عن اناتومي بس. الاناتومي ده والناس كلها اللي دارسه هتفهمني ان جميع الشهادات لما بتيجي تشرح اناتومي بيكون فصل او اتنين في ضمن 19 فصل او 20 فصل خاصة باعداد المدرب الشخصي. جزء مهم جدا طبعا، مهم وليه ضرورة كبيرة جدا في عملية التعامل مع الجسم البشري، كأنه بالظبط كده جبت الايه الكتالوج بتاع العملية التدريبية. لكن مش هو كل حاجة، وده خطأ كبير او الناس بتقع فيه متجاهلة عناصر التدريب الرياضي. الخطأ الثاني، وده طبعا برضو من ضمن الاخطاء المشهورة، ان الواحد بعد ما بياخد المادة الدسمة دي كلها اللي هي المفروض من وجهة نظر يعني المتواضعة ان هي المفروض تدرس في اكتر من 6 شهور الصراحة، يعني منفعش في 3 شهور كده ويقلب وشهادة والكلام ده كله، فبيبتدي كمية معلومات كلها بتخش كده، تقوم كل حاجة داخلة في بعضها. في الاخر هو بيطلع مش عارف كل اللي خده نظري ازاي يطبقه عملي بالوضع، وبالتالي بيبقى الشهادة مجرد ورقة بيقدم فيها في الانترفيو، لكن كل تجاربه او اكسبيرينس بتاعته او اللي بيطبقه على ارض الواقع ملوش علاقة خالص باللي هو درسه. وده خطأ كبير جدا، مش من هو من قلة فهمه، لا، من قلة ربط المعلومات اللي احنا درسناها الكبيرة دي بالواقع العملي، ازاي نمانجها مع بعض عشان فعلا ندرب زي ما درسنا. الخطأ الثالث والاخير، ان المدرب يبتدي يسعى ان هو ياخد سبيشاليزيشن كتير قوي في الشهادات بس ما درس البيزك قوي. يعني مثلا هو خد السي بي تي كده او خدها من منظمة تانية، فيعجبه مثلا كورس البودي بيلدينج او كورس الام ام اي او كورس مثلا نيوتريشنست او اي كان جروب فيتنس اكسرسايز، فتلاقي دخل جدا ان هو ياخد الكورس ده بحيث ان هو ده هيتيح له شغل بس ما حطش البيزك. الموضوع ببساطه عامل زي كانك كده بنيت مبنى 14 دور بس نسيت تعمل الصبه الاساسيه. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ لو عجبكم موضوع الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير، واستنونا في حلقات تانيه اجمل واحلى على قناتكم ISIS A بالعربي. كان معاكم احمد مجاهد ISIS A ترينر. السلام عليكم.